دكتور، هل السياسات الغربية هل السياسات الغربية للمنطقة ممكن أن تفرز عنا قوى ثالثة كما تقول، أم أنها تحاول صد هذه القوى على البروز أو عن البروز؟ لا يعني طبعا البعد الخارجي مؤثر جدا في مساله الثورات، خاصه في ظل وجود عالم متشابك ومعقد ومتداخل. يعني جزء رئيسي من بقاء الانظمه السلطويه اكثر من 3 عقود هو الدعم الخارجي لها. سبب نجاح الثورات في اوروبا الشرقيه على سبيل المثال وجود بيئه خارجيه مساعده ومشجعه وبها حوافز. انا اتصور جزء رئيسي من فشل الربيع العربي كان وجود او عدم وجود بيئه دوليه مشجعه او مناسبه، بالعكس كانت هناك بيئه دوليه تخشى التغيير. وجزء رئيسي من هذه البيئة الدولية أن هناك مصالح ترتبط بها في المنطقة العربية، على رأسها أمن إسرائيل، على رأسها مكافحة ما يسمى بالإرهاب، على رأسها النفط. كل هذه المصالح ساهمت في عدم وجود ضغط دولي حقيقي وصادق ونزيه وأمين في مسألة التغيير. وبالتالي البعد الخارجي مهم، لكن أنا أتصور أن الربيع العربي يعني لم يكن على الإطلاق له علاقة بالوضع الخارجي، بمعنى آخر أنه صيحات التغيير جاءت من الداخل العربي، جاءت من قلب الشارع العربي. صيحات التغيير التي طالبت بإسقاط الأنظمة السلطوية جاءت من قلب الشعب العربي الذي عانى التهميش وعانى الاضطراب الداخلي أكثر من 3 عقود. وبالتالي التعويل على الخارج قد يكون يعني أمر مبالغ فيه، لكن بشكل عام طبعا هو عامل مشجع وعامل مؤثر في مسألة التغيير. طيب. إذا عدنا إلى دكتور جيلبير هنا في الاستوديو، تحدثت أن الجماعات المتطرفة التي تملأ الساحات الآن بدل دعاة الحرية هي جزء من الثورة المضادة، هل هذا يعني أنها تصنيع من قبل هذه الأنظمة أم أنها نبت شيطاني وجد هكذا في هذه المجتمعات؟ لا يعني نظرية المؤامرة إذا أردت. لا بالتأكيد، أن احنا يعني يكفي مثلا النظر إلى أصل تنظيم داعش. تنظيم داعش يعود إلى فرع القاعدة في العراق، وفرع القاعدة في العراق لم يكن له وجود قبل احتلال الأمريكي للعراق. فلو عدنا إلى أصل هذه الأمور قد نصل إلى أفغانستان. لكن لم يكن بهذه القوة دكتور، لم يكن الآن، لأن هو لديه جيوش ولديه يعني. لم يكن بهذه القوة. حسب، إذا تقصد تنظيم القاعدة في العراق بال 2004-2005 يعني حصل على قوة فعلية داخل البلاد وسيطر على الدولة الإسلامية حاليا. نعم، وكان اسمه يعني هناك أعلن الدولة الإسلامية في العراق في ذلك الوقت أو في بلاد ما بين. لا، ربما يقصد تمدده بهذه الطريقة على مساحة جغرافية واسعة. هو تمدد وحاز على قوة فعلية قبل أن يهزم. هزم في العراق عندما غيرت الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيتها وقامت بعملية الصحوات وغيرها، يعني بدلت موقفها إزاء القبائل العربية السنية بصورة خاصة في العراق، واستطاعت أن تحجم بل أن تهزم تنظيم القاعدة. الذي حصل أن الوضع السوري كما تطور فسح مجال أمام هذا التنظيم ليعيد بناء نفسه في الساحة السورية أولا، حيث استطاع التمدد بالأخص أمام وحشية النظام السوري وما تولد هذه الوحشية من إشمئزاز وحقد وكراهية كبيرة تغذي مثل التيارات المتطرفة التي تمثلها داعش من جهة. من جهة أخرى طبعا السياسات الطائفية التي مورست في العراق وفي الواقع برعاية إيرانية قد خلقت من جديد مجالا داخل العراق نفسه لتمدد داعش، وقد رأينا كيف استطاع التنظيم أن يتمدد بسهولة كبيرة جدا. نعم. خلال دكتور الصيف الماضي ذكرت الرعاية الإيرانية، كيف لعبت إيران دورا في صعود التيار المتشدد من الجانب الآخر، التيار السني المتشدد؟ الدور الأساسي قبل إيران هو دور يعني الإيديولوجية التي تقوم عليها المملكة السعودية. جميع هذه التيارات بالنهاية تعود إلى مصدر إيديولوجي واحد هو ما يسمى بالوهابية، الإيديولوجية السائدة والحاكمة رسميا في المملكة العربية السعودية. ويعني إذا نظرنا مثلا إلى تنظيم القاعدة ومؤسسه بن لادن
أسامة بن لادن فهو يعود وينتمي نعم. ولكن هناك عوامل أذكت هذا التيار ربما من خلال تصرفات أو هذا التيار تم حفزه ودفعه خلال عقود من الزمن كسلاح إيديولوجي مضاد للحركة القومية العربية بوجه التقدم وبخاصة متمثل بعبد الناصر بجمال عبد الناصر والناصرية. كان هذا التيار كانت تلك الإيديولوجيات إيديولوجية سلاح أساسي مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة السعودية في وجه التيار التقدمي على امتداد المنطقة العربية، وقد وصل ذلك إلى ذروته في حرب أفغانستان عندما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة السعودية والنظام الباكستاني الدكتاتورية العسكرية في باكستان، دعموا مثل هذه التيارات في الحرب ضد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، ومن هنا منشأ القاعدة ومنشأ يعني كل هذا النمط من التنظيمات. أما الذي خلق الظروف المؤاتية لتمددها فهو الاحتلال، هو التدخل العسكري والحروب العدوانية الأمريكية في المنطقة بدءا من حرب العراق في 91 التي كانت هي السبب الأول في نشوء تنظيم القاعدة أصلا وارتداده ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد المملكة السعودية، وصولا إلى احتلال العراق وفظاعات احتلال العراق من أبو غريب وفلوجة وغيرها التي ولدت همجية مضادة خلقت بيئة حاضنة. على ذكر الاحتلال الأمريكي أعود إلى دكتور خليل في واشنطن. دكتور، تحدث الرئيس باراك أوباما قبل قليل في مؤتمر بخصوص الإرهاب قائلا بالحرف الواحد إن قمع المعارضين من شأنه تغذية التطرف والإرهاب، وهنا نتحدث عن مسؤوليات السياسة الأمريكية تحديدا، ونطرح سؤال لو كبير، لو أن الرئيس باراك أوباما تدخل في سوريا مثلا وساعد الثورة السورية للتغلب على نظام الأسد، هل كان تنظيم الدولة الإسلامية ليصل إلى ما وصل إليه؟ يعني هذا سؤال مهم جدا، واتصور انه اكثر واقعيه في حاله مصر. يعني في حاله مصر حدث هناك انقلاب عسكري مكتمل الاركان في 3 يوليو 2013، والانقلاب جاء على الحكومه منتخبه حتى وان كانت حكومه ضعيفه وعاجزه وقامت باخطاء، لكن قامت ضدها انقلاب عسكري في يوليو 2013، وبالتالي امريكا لم تسمي ما حدث في مصر انقلابا في 3 يوليو 2013، وانما تعاملت معه باعتباره يعني أمر واقع وغض الطرف عن ذلك، رغم أنها تصرفت بعد ذلك لاحقا وكأنه انقلاب عندما قامت بتعليق المساعدات في 9 أكتوبر 2013. أتصور أن هناك نوع من الازدواجية في الخطاب الأمريكي وفي الممارسة أيضا. يعني الخطاب قد يكون يحمل بعضا من الوجاهة والمنطقية، هو بالفعل يعني أي محاولة لإقصاء التيارات الإسلامية سوف تنتج في النهاية تيارات أكثر تشددا وراديكالية وعنفا، وبالتالي من المصلحة الأمريكية ومصلحة المجتمعات العربية أن يتم دمج القوى الإسلامية المعتدلة. لكن على مستوى الممارسة أكبر داعم للأنظمة السلطية في العالم العربي وعلى سبيل المثال في النظام كنظام في مصر الآن هي أمريكا. أمريكا تقدم ما لا يقل عن أمريكا المؤسسة دكتور خليل أم أمريكا إدارة باراك أوباما الذي لا يريد فعل شيء وفقط الانكفاء من الشرق الأوسط، عن ماذا نتحدث هنا؟ لا طبعا يعني انت بتتكلم على امريكا ليست عباره عن كتله واحده. امريكا لديها مؤسسات يعني بينها توازنات، لدينا البيت الابيض، لدينا الكونجرس الامريكي، لدينا وزاره الخارجيه الامريكيه، لدينا وزاره الدفاع. انا اتصور ان الرئيس اوباما بشكل خاص كان لديه رؤيه تتمثل في دعم التغيير في العالم العربي، لكن هناك قيود تاتي من قوى اخرى، تاتي من الاستخبارات، تاتي من البنتاغون، تاتي من الكونجرس الامريكي الذي هناك لوبي عربي وإسرائيلي قوي جدا في الكونغرس الأمريكي مضاد للربيع العربي، وضغط خلال الفترة الماضية من أجل أن يتم تثبيت الانقلاب في مصر، وضغط من أجل أن يتم دعم النظام الموجود في مصر الآن. وبالتالي أوباما على المستوى الشخصي لا يملك كثيرا من أدوات التأثير، هو لديه طموحات وأمال، لديه خطاب إلى حد ما رومانسي قد يكون غير واقعي في بعض الأحيان، لكن عندما يأتي الأمر للفعل لم يفعل شيئا على الإطلاق لدعم الأنظمة المنتخبة في العالم العربي، لدعم الديمقراطية. وانا اتذكر عندما قام الربيع العربي كان هناك تيارين داخل الاداره الامريكيه، داخل اداره اوباما تحديدا، تيار يتبنى موقفا محافظا ومتحفظا في نفس الوقت، وتيار تمثله وزير الخارجيه الامريكيه السابقه هيلاري كلينتون ومعها بعض اعضاء الكونغرس الامريكي، وهو كان تيار يدعم مساله الانتقال المنظم للسلطه داخل الانظمه العربيه، بمعنى عدم تغيير النظام ولكن تغيير فقط راس النظام كما هي الحال في مصر على سبيل المثال.
الطيار الآخر كان طيار أكثر شبابا وأكثر حيوية، ويمثله لحد ما الرئيس أوباما وبعض مستشاريه من الشباب. كان يرى بأن لحظة التغيير قد آنت في العالم العربي، وأنه لا يجب أن يتم دعم هذه الأنظمة أكثر من ذلك، وبالتالي كان هناك ضغط في مسألة التغيير في العالم العربي. بعد ما حدث دكتور خليل، دكتور خليل، القوى المضادة للثورة العربية أو الربيع العربي ظهرت. نعم. لو سمحت، يعني قبل قليل ذكرت بأن السياسات الخارجية الغربية لا تتحمل كامل المسؤولية عما يجري في دول الربيع العربي، وبالتالي دكتور جلبير ذكر موضوع مهم هو انكفاء دور أصحاب الرؤى التقدمية في هذه المرحلة. إلى أي حد يتحمل المفكرون العرب المسؤولية في إفساح المجال لأصحاب الفكر المتطرف لأخذ هذه المساحة الواسعة في هذه الدول؟ طبعا مسؤولية كبيرة جدا. يعني أنا أتصور جزء رئيسي من فشل الربيع العربي هو ازدواجية النخب العربية وفشلها باعتبارها كضمير معبر عن الأمة العربية. وأعطيك مثال مهم في الغاية في الحالة المصرية على سبيل المثال، عندما فشل الرئيس مرسي في السلطة أو أفشل يعني في النهاية نتيجة واحدة، وقامت القوى التي تسمى نفسها أو تسمي نفسها قوى ليبرالية وقوى مدنية بالتحالف مع المصلحة العسكرية والتخلص من الحكم الديمقراطي الذي جاء للسلطة من خلال انتخابات شفافة ونزيهة، هذه النخب خانت رسالتها الرئاسية وهي رسالة التقدمية والليبرالية والتحول الديمقراطي. أيضا في دول أخرى عربية لم تقم النخب العربية بما يجب أن تقوم به، بل بالعكس قامت بعضها بإما بالتواطؤ مع الأنظمة القائمة من أجل وقف التغيير في العالم العربي، وبعضها قام بالتواطؤ مع أنظمة أخرى تقوم بتمويل هذه الثورات المضادة. وبالتالي أنا أتصور جزء رئيسي من فشل الثورات العربية هو فشل المشروع الحداثي العربي الذي بدأ قبل حوالي قرن من الآن. هذا المشروع وصل لمرحلة من العجز والفشل انكشفت بشكل واضح خلال الربيع العربي. الشباب العربي الذي خرج للميادين لم يثق إطلاقا في هذه النخب، لأنها نخب شائخة وبعضها متكلس وبعضها تم استقطابه واحتواه من قبل الأنظمة العربية. وبالتالي المسؤولية بالفعل هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق النخب العربية في عدم قدرتها على ترجمة الطموحات العربية إلى واقع حقيقي. طيب نتوقف مع فاصل قصير ثم نتابع هذا الحوار مع دكتور جلبير الأشقر ومع دكتور خليل العناني. ابقوا معنا.